ومعي عبر الهاتف من تعز الطالبة إيناس السبئي الحائزة على المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في البحوث الإنسانية ضمن المسابقة التي نظمتها جامعة الزيتونة بالمملكة الأردنية الهاشمية. مرحبا إيناس، وألف ألف مبروك على هذا النجاح. الله يبارك فيك. في البداية، هل من الممكن أن تحدثينا عن تفاصيل المشاركة؟ طبعا المشاركة تم الإعلان عن إتاحة المشاركة ما قبل شهرين تقريبا، فقمنا بتقديم البحوث العلمية في جانب التحول الرقمي كونه كان عنوان المشاركة. نعم. من ثم أعتقد أنه قدم ما يزيد عن 85 بحث. قامت اللجنة بداية المتخصصة في هذا الأمر بانتقاء 40 بحث مرشحان للمناقشة النهائية. فيما بعد فيما يزيد عن 7 دول 40 مرشحا للمناقشات النهائية أتينا والتقينا في جامعة الزيتون الأردنية وقمنا بمناقشة أبحاثنا العلمية على 4 أصعدة، صعيد البحوث الإنسانية، أيضا هناك البحوث في الجانب الفني وفي الجانب التكنولوجي، وأخيرا في جانب العلوم التطبيقية. فأنا كنت في جانب البحوث طيب الإنسانية. بحثك كما تحدثت، يعني كما عرفنا وكما تابعنا، حمل عنوان التحول الرقمي وأثره على التعليم العالي في الوطن العربي. ما الذي سلطت عليه الضوء في هذا البحث، وما أهم ما خرج به من توصيات؟ تم تسليط الضوء على 5 محاور رئيسية في هذا التحول، لأن التحول الرقمي يجب أن يكون تحولا في الأفراد، وأيضا تحولا في التفكير وفي الإدارة وفي المقررات الدراسية، وأيضا في التكنولوجيا، كون التكنولوجيا لا تشمل فقط الهاردوير وإنما السوفتوير والتقنيات الحديثة التي من شأنها أن تضمن سلامة المستخدم حال التحول الرقمي. بالنسبة للتوصيات، كانت التوصيات موجهة إلى جامعة تعز بشكل رئيسي وإلى الجامعات العربية بشكل عام، ومن ضمنها أنه اتباع استراتيجية واضحة مكتملة الأركان تخص جانب التحول الرقمي خصوصا في جانب الإدارة والمقررات الدراسية. أيضا الاهتمام بمسائل الأمن السيبراني، لأن هذا التحول أو التداعي لهذا التحول يلزمنا أن نضع الأمن السيبراني في عين الاعتبار. جميل، جميل جدا. بالتأكيد يعني جميعنا يفخر بك وما حققته بالنسبة لك. أيضا ماذا يمثل لك ذلك النجاح؟ هو النجاح هو بداية لنجاحات. أنا شخصيا يعني عن نفسي ما أكتفيش بالنجاح يعني أو أعتبره نجاح مكتمل الأركان، لأن النجاح هو فقط قطرة في بحث. يعني إذا اكتفينا واعتبرناه نجاح هو عدم رضا، يعني ليس عدم رضا. جميل. إنما هو محاولة للوصول إلى شيء أكبر إن شاء الله، فربما هو فاتحة خير بإذن الله. بإذن الله. أشكرك كل الشكر الطالبة الباحثة إيناس السبئي، كنت معي على الهاتف من تعز. شكرا جزيلا لك.